الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد. يقول الله عز وجل في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: من هم الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. وفي رواية: الذين يصلحون إذا فسد الناس. إذا الغرباء هم قلة قليلة، قلة قليلة صالحة مصلحة بين كثرة كثيرة فاسدة مفسدة. هذه القلة تشعر بالغربة بين الناس، لأن أخلاقهم، معاملاتهم، سلوكياتهم ليست كبقية الناس، فيشعرون بهذه الغربة. فطوبى للغرباء. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أيها الإخوة الكرام، أيها المسلمون، يا عباد الله، عاش الناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في ضلالة وجاهلية، فعبدوا غير الله، عبدوا الأحجار والأشجار، كان القوي منهم يأكل الضعيف، وكان الرجل يقتل أبناءه خوف الفقر والعار، وكان الربا والزنا والقمار والفواحش، وكانت العصبية القبلية، فعاش الناس في ظلمات وفي ضلال وفي جاهلية عمياء. هذا الحال صوره لنا الصحابي الجليل بأصدق العبارات والكلمات، صحابي جعفر بن أبي طالب، يوم أن وقف أمام النجاشي ملك الحبشة فقال: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية، نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار، ويأكل القوي منا الضعيف، ونسفك دماء بعضنا البعض، ونئد البنات. شوف الحال من الفوضى التي كان يعيشها العرب قبل الإسلام. فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم دعاهم إلى الإسلام، دعاهم إلى توحيد الله عز وجل، لكن الأكثرية كذبوه وأنكروا دعوته وسخروا منه، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. لكن الذين استجابوا لدعوة محمد صلى الله عليه وسلم في بدء الدعوة كانوا قلة قليلة مستضعفة، قلة مطاردة، أفراد كانوا يؤذون، كانوا يعذبون، وشردوا من بيوتهم، فروا بدينهم
إلى بلاد بعيدة، إلى الحبشة، إلى يثرب. إذا عاشت تلك الثلة المؤمنة الصابرة هذه الغربة حتى مكن الله عز وجل في الأرض، ومكن لهذا الدين، ودخل الناس في دين الله أفواجا، وتحقق وعد الله عز وجل لنبيه لما قال: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. إذا بدأ الإسلام غريبا، وسيعود غريبا كما بدأ، وها هو قد عاد غريبا كما كان. الإسلام اليوم غريب بين أهله، غريب بين المسلمين، غريبا بجهل الناس بأحكام هذا الدين. كثير ناس بيفكروا إنه هذا الدين مجرد صلاة وصيام وحج، مش مهم إذا كانت معاملاته وحياته مبنية كلها على الحرام. غريبا بإعراض الناس عن كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. الدين اليوم لا قيمة له ولا وزن له ولا شأن له في حياة كثير من المسلمين. الدين على الهامش. الإسلام غريب بين أهله في أهم العبادات اللي هي الصلاة. لو أجينا سألنا وقلنا سخمين بلد لتعداده تقريبا 40,000 نفس نسمة، ما هو عدد الذين يقيمون الصلاة في هذا البلد؟ تجد أنه أكثر من 70% منهم لا يصلون. إذن الصلاة هذه العبادة، هذه الشعيرة العظيمة، أغلب المسلمين لا يقيمونها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، ترك الصلاة. غربة هذا الدين في أخلاقه، غياب الأخلاق والمعاملات الإسلامية في حياة الناس. هذا الدين جاء بعنوان وبشعار عظيم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. هذا يدعي للصدق وللأمانة وللوفاء وللحياة. وين الحياة اليوم عند شبابنا وعند بناتنا؟ لو في حياة عندهم ما بتشوف هذا العري ولا هذا اللباس الفاضح، وما بتشوف هاي السلوكيات من أبنائنا ومن بناتنا. وإذا ذهب الحياء حل البلاء، حل البلاء. غربة هذا الدين بانقلاب الموازين، يصبح الحق باطل والباطل حق، ويصبح المعروف منكر والمنكر معروف، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس سنوات خداعات يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن وينطق فيها الرويبضة، يعني التافه الذي يتكلم في أمر العامة. يصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا. هذا كله موجود في أيامنا، في زماننا. غربة هذا الدين لما يصبح الواحد يقتل أخوه وابن ملته وابن وطنه على أتفه الأسباب من أول السنة لليوم، تقريبا 95 قتيل قتل من أبناء هذا المجتمع، من أبناء مجتمعنا، على يد عصابات الإجرام التي تفتك ليلا ونهارا
هذا الدين، لما تمنع المرأة والبنت من حقها في الميراث، وكأنه آيات الميراث هذا شيء غريب غير معقول، إنه أنا أعطي أختي أو بنتي أرض لواحد غريب. لما تزوج البنت إلى رجل من عائلة غير عائلته تصبح هذه البنت غريبة. ما بصح إنه أنا أعطي أرضي لإنسان غريب. والله لو كل واحد أعطى حق أخته أو حق بنته في الميراث ما بنشوف هذه الأزمة السكنية الخانقة الموجودة في يومنا. والله عز وجل توعد الذين يأكلون حق أخواتهم وبناتهم في الميراث. بعد آيات الميراث ربنا قال ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده فإن له نار جهنم خالدا فيها وله عذاب مهين وله عذاب مهين. إذا هذا الدين، أحكام هذا الدين صارت غريبة على كثير من الناس. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم طوبى للغرباء، أي هنيئا لهؤلاء الغرباء الذين يعيشون في هذا المجتمع المتفلت من كل القيم، الذين لا يستقيمون على شرع الله عز وجل. فإذا كان عندك هذا الشعور إنك أنت غريب في هذا المجتمع فأنت على خير، وإذا لم يكن عندك هذا الشعور إنك أنت غريب فاعلم أن في إيمانك خلل، إنك أنت مع الناس، أنت ماشي مع الناس. ولهذا فكونوا مع الغرباء الذين يستقيمون على شرع الله، الذين يطبقون شرع الله عز وجل، الغرباء الصالحون المصلحون الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وينهون عن الفساد في الأرض، كما قال الله عز وجل فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. كونوا من هذه الفئة ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد عباد الله، يقول الله عز وجل في كتابه العزيز ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله. نعم، في مثل هذا اليوم 11/2000 كانت انتفاضة القدس والأقصى، في مثل هذا اليوم هبت جماهيرنا العربية في الضفة وفي الداخل هنا لتدافع ولتنافح عن القدس وعن المسجد الأقصى المبارك. في مثل هذا اليوم قبل 21 سنة ارتقى شهداء إلى ربهم، مئات الشهداء الذين ارتقوا إلى ربهم، ومن بين هؤلاء الشهداء 13 شهيدا من أبناء مجتمعنا من خيرة شبابنا الذين قدموا أرواحهم ودماءهم من أجل أرض فلسطين ومن أجل القدس ومن أجل المسجد الأقصى المبارك.
فوفاء منا للقدس وللأقصى، ووفاء منا لشهدائنا الأبرار، ندعو الجميع يوم غد السبت الساعة 4 للمشاركة في المسيرة القطرية التي ستنطلق من أمام مسجد النور، تجوب شوارع البلد وتنتهي في ساحة البلدية. نعم، أهل سخنين كلنا نحن موحدون، سخنين موحدة بكل أحزابها، بكل أبنائها، بكل طوائفها. هذه المناسبات الوطنية توحدنا جميعا، المسجد الأقصى المبارك يوحد المسلمين جميعا. أقول هذا الكلام خاصة وأنه زاد الشارع السخنيني في الأيام الأخيرة غضب واستياء على القانون المساعد، فكان هناك مناكفات، وكان هناك اتهامات، وكان هناك تجريح، لكن بفضل وبجهود إخوة عندهم غيرة على هذا البلد، بفضل جهودهم تم إلغاء هذا القانون. فنحن نرجع بعد هذا القانون موحدين، نشارك في هذه المناسبات الوطنية، نكون مع أبناء شعبنا لندافع عن مقدساتنا، عن أرضنا، عن وطننا. اللهم يا ربنا ارحم شهداء القدس والأقصى يا رب العالمين، واجعلهم عندك في عليين. اللهم انتقم ممن قتلهم يا رب العالمين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فخذ بيده، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا وسوءا فخذه أخذ عزيز مقتدر يا رب العالمين. اللهم حرر المسجد الأقصى واجعله شامخا يا رب العالمين. اللهم حرره من رجس ودنس المدنسين، واجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا ضالا إلا هديته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا أسيرا إلا فككت أسره، ولا مريضا إلا شافيته وعافيته، ولا ميتا إلا رحمته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلاد العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك قريب سميع مجيب الدعوات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم. وأقم الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استقيموا واعتدلوا أثابكم وأثابكم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
يبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. الله سميع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل، كان أكثرهم مشركين. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، يومئذ يصدعون. من كفر فعليه كفره، ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. ليجزي الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله، إنه لا يحب الكافرين. الله سميع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله الله أكبر. السلام.